نرحب بكم مشاهدينا من جديد من داخل معرض الخرطوم الدولي في دورته 31، وسعداء أيضا أن نكون في الجناح الخاص بسيراميك رأس الخيمة مع الأستاذ ميشيل حبيب المدير العام. أهلا وسهلا. شكرا، أهلا فيك. نتكلم عن مشاركتكم في المعرض بعد ما نأخذ نبذة عن سيراميك رأس الخيمة وبدايته في السودان. يعني عندك سيراميك رأس الخيمة هي مصنع إماراتي، شركة إماراتية بلشت سنة 91 في الإمارات، بلشنا نصنع 5000 متر بال 91، بعدين صرنا نكبر شوي شوي، صرنا بال 2004 بلشنا بالسودان ب 10000 متر في النهار، وهلا سيراميك راس الخيمه بتصنع 119 مليون متر مربع في السنه، اكبر شركه في العالم، وصرنا مصنعين مليار متر حول العالم موزعين من سيراميك راس الخيمه، بنصدر على 160 بلد، حوالي 160 بلد من راس الخيمه ككل. كيف تترجم مشاركتكم في معرض الخرطوم الدولي؟ يعني هذه اول مشاركه معنا في الخرطوم، على شاركنا بال 2006، من 2006 وقفنا، هلا شاركنا عن جديد، يعني صار في حركه بس نعرف سيراميك راس الخيمه شو هي في السودان. نحن عندنا مصنع في السودان، مصنع اذا بدكم مصنع ايطالي موجود في السودان، مصنع تكنولوجي حديث، عم نقدر نساعد. مشاركين في معرض الخرطوم الدولي بتشكيلات جديدة نازلة على السوق ل 2014 إن شاء الله، وزي ما أنتم شايفين وفي المعرض إنه في أنواع جديدة نازلة وتشكيلات جميلة برضو، وأتمنى إنهم يعني تعجبكم وتكون ترضي كل أذواق الشعب السوداني إن شاء الله يا رب. مشاركين بمعرض الخرطوم الدولي بتشكيلات جديدة وأول مرة تنزل بالسودان إن شاء الله عن سيراميك رأس الخيمة الإمارات. نحن بنحاول نوفر جودة عالية بأقل الأسعار وتشكيلات جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله ترضي أذواق الجميع وتعجبكم. وطبعا سيراميك رأس الخيمة معروفة دوليا إنها رائدة في صناعة مجال السيراميك وقديمة جدا في المجال، من تقريبا تصنيفها أول من أكبر مصانع السيراميك في العالم، وحتكون عندنا منافذ للتوزيع زي شركة الدرب الأخضر، وإن شاء الله يعني نرضى أذواق الجميع وتكون نكون يعني زي ما بقولوا عند مرضين يعني. بالإضافة دخلنا حاجة جديدة اللي هي خلاطات كلودي راك، صناعة ألمانية، ودي حاجة جديدة في السودان، والخلاطات دي عليها ضمان 10 سنة، وإن شاء الله برضو حتكون بأسعار جميلة جدا ومرضية للجميع. وشكرا جزيلا.